صباح الفل، اخباركم ايه؟ منورين. طبعا لا حدث منذ امس غير تويتات وتصريحات الدكتوره رانيا علواني عضو مجلس اداره النادي الاهلي. لكن قبل ما نتكلم عن رانيا علواني وهي من هي في تاريخ الرياضه المصريه وتاريخ مجالس ادارات النادي الاهلي، لازم نقول حاجه مهمه. إذا جبتوا الصف كله بتاع مجلس إدارة النادي الأهلي من أول الكابتن محمود الخطيب لأصغر واحد من الشباب ومشيتوهم كده في الشارع، بعد أسبوعين مثلا أو 3 أسابيع أو شهر من نجاحهم، وجبت مثلا 100 إنسان، تعرف مين من دول هيختار 2؟ هيختار الكابتن محمود الخطيب، وهو من هو طبعا، والكابتن رانيا علواني. تاريخ رانيا علواني ما عملتوش في الاهلي. صحيح ابنة النادي الاهلي وابنة رجل من كبار رجال الرياضة في مصر والكرة الطائرة في الاهلي وفي المنتخب والاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي عد. لكن الحقيقة ان رانيا علواني ما عملت اسمها، عملته باسم مصر مش باسم رانيا علواني كابتن النادي الاهلي. مشاركاتها كلها وبطولاتها ومنافساتها في الاولمبيات وغيرها من كل الدورات اللي قامت بيها وبطولات العالم في السباحه كان باسم مصر مش باسم النادي الاهلي. طب ده يعني ايه؟ يعنيش حاجه، لكن يعني انه اهم 2 في مجلس اداره الاهلي على مستوى الكوره، ده هما 3 بس انا هحكي لكم على واحد تاني. 2 على مستوى الرياضه، كابتن محمود الخطيب والكابتن رانيا علواني. تمام، حلو قوي. طيب ايه المشكله؟ مشكله ولا حاجه. امبارح رانيا علواني او من يومين طلعت تويتر كتبتها عن الدوره الاولمبيه في المغرب، الافريقيه في المغرب، اللي مصر تصدرتها وعملت حاجه جباره يعني. طيب هل هي مشكله؟ خالص. المشكله انه في احد الشباب دخل متداخلا معها في حوار بيصرح فيه عن اختيار ريني فالير المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، وتطورت المناقشات بقى، دخل جماهير و وي و اي 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 والحاجات دي، كلام كتير جدا ومداخلات، وعملت مداخلات توضح، وناس بتطلع تقول على موضوع الحمير دي، تويتة الحمير دي مفبركه ومش عارف ايه. مفيش مشكله يعني، هعتبر انها مفبركه، معرفش على اساس ايه انها مفبركه في سلسال من الردود، لكن مفيش مشكله هي مفبركه، اعتذار لطيف يعني، يعني مش عايزه تزعل حد. وبالتالي اللي احنا شفناه دلوقتي بيقول ان في حاجه غلط. ردود فعلها ردود فعل منفعله جدا، مش سلسه. ومش بس كده، ردود فعل الانفعال دي معناها ان انا مضغوط، عندي ضغوط، معناها لما اقول مش احنا اللي اخترنا، شوفوا مين اللي اختار، ايا كان بقى الصياغات. لكن رانيا علواني احد اهم لاعبات الرياضه في مصر، يحصل بينها وبين مشجعين النادي اللي هي بتمثله كعضو مجلس اداره مشادات وخلافات، وقد يتواصل الامر الى تلاسن، او وصل الامر بالفعل الى تلاسن، وهذا امر غريب جدا. ده يثبت لنا ايه؟ يثبت لنا ان اداره النادي الاهلي الحاليه مش زي اي اداره انتوا شفتوها. ليه؟ لان مصر وناس مصر وجمهور مصر مش هو نفس الجمهور اللي احنا نعرفه او اللي ناس كتير سمعته، مش ابويا وابوك يعني واخويا واخوك. لا لا لا، في شباب نزق منفعل بياخد الامور من بره، يحمل الناس ما لا يحتمله ولا يستطيع ان يحتمله، يتعامل معهم باعتبارهم الهه تقريبا يعني. النادي الاهلي هوب لازم مش عارف ايه، مفيش كده. وده سببه الاساسي، هروح وارجع والف وادور. اللي عمله او اللي عملته حمله الكابتن محمود الخطيب من استدعاء الجمهور في حملته ضد محمود طاهر، وتحويل الامر ان محمود طاهر عدو، عدو، ولا اكدد او اؤكد كلامي، عدو للنادي الاهلي، وانه يزملك النادي الاهلي، والحاجات التافهه الغبيه اللي اتقالت ساعتها، وانه
الجمهور هو الداعم، الجمهور ومشجعين النادي الاهلي ومش عارف ايه، والحاجات اللطيفه اللي عملوها في الحمل، والجمهور وقف وخد موقف خلاص ونجح الكابتن الخطيب وقائمته بالكامل. حتى جوهر نبيل وده الثالث بتاع الرياضه اللي في المجلس، اللي بقى تم تهميشه، اللي ما تسمعوش صوته ولا هتسمعوا صوته ولا الحوار، ايا بقى حكايه طويله قوي ممكن بقى ندعبس فيها ونجيب لكم قصتها. لكن ادي الثلاثه المعروفين على مستوى الرياضه اللي موجودين جوه مجلس النادي الاهلي، معروفين للناس، الناس شجعتهم، الناس وقفت في ظهرهم، ناس لعيبه رفعت اسم الاهلي او اسم مصر. محمود الخطيب، رانيا علواني، جوهر نبيل. جوهر نبيل واخدين مديله جنب مديله كتف، اتعمل زمان في العمري فاروق شخصيا، لكن مفيش مشكله عمري يعمله تاني عادي، الدنيا دواره بتلف وتدور، يوم في ايدك ويوم في غيد غيرك. المهم ادي الموضوع. طيب رانيا علواني في اللحظه دي، انا اقدر اؤكد ان الضغوط اللي على رانيا علواني ليست فقط على رانيا علواني، لكن على جميع اعضاء مجلس النادي الاهلي باستثناء الكابتن محمود الخطيب، لان هو تقريبا الوحيد اللي ما عندوش لا تويتر ولا عنده فيسبوك ولا اي حاجه من الحاجات بتاعت السوشيال ميديا دي، ما يعرفش تقريبا يتعامل معاها، يعني زي اي انسان معدي الستين، يعني الموضوع ما بيبقاش سلس ومستساغ عنده. في ناس بتحاول وتتعود ما فيش مشكله، لكن يعني في ناس كمان لما يبقوا نجوم التعامل معاها وبيتعاملوا مع انفسهم ومع وتعاملهم مع امامنا، يعني تعاملهم مع الجماهير مختلف، فالامور بتبقى صعبه في التعامل مع السوشيال ميديا يعني. فجميعا يتعرضون لضغوط سمحوا بيها هم باستدعائهم للجمهور ايام محمود طاهر، واستدعائهم الجمهور تاني ايام ازمتهم مع تركي الشيخ. كويس اوي. طيب كل ده يؤدي الى انه لا يجرؤ عضو مجلس اداره في النادي الاهلي يخالف وجهه نظر الجمهور. وتذكروا الحذف فوق البوست اللي كتبه محمد الجرحي، وحذفه عندما شكر وهنأ عمرو الجناني بتوليه مسؤوليه رئاسه اللجنه الخماسيه. الهجوم العنيف الخرافي اللي جرى ضده ادى لانه يحذف التويتر، والضماطي قبل كده وي 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 عد بقى. ده يثبت لكم مفيش غير واحد بس حريف لعب على الجمهور، انا بقول كده بقول لك بصراحه، حريف يلعب على الجمهور ويستخدمهم استخدام شنيع كمان، ويدعموه تدعيم اشد وشديد، اللي هو خالد مرتجي. في حد تاني كده يعني مختفي على اطار السوشيال ميديا، اللي هو خالد الدرندلي لاسبابه يعني، او بوشكاش زي ما حب الناس بتقعد تحب تقول له يعني هناك في النادي. المهم دي مجموعه وضعت نفسها وكيانها كله تحت الجمهور في اطار اولاني ان احنا بنخدم الجمهور ونخدم النادي، لكن هو في الحقيقه انهم كانوا بيستمعوا للجمهور، والجمهور حس بذاته، الموضوع كبر عنده قوي، جمهور الاهلي كبرت القصه جواه انه انا اللي بتحكم وانا اللي بعمل اختيار مدير فني. اقول انا عاوز سين، لا انا مش عاوز سين، انا عاوز صاد، لا انا مش عاوز صاد، وهكذا. مجلس اداره يستمع، الا في ريني فايلر قرر مجلس اداره النادي الاهلي لاول مره استخدام سلطاته دون الجماهير، واختار من اراد، ايا كان تفاصيل الاختيار واسباب الاختيار، لكن هو اختيار مجلس اداره وليس جمهور. وعشان كده باكد لكم انه هذا الرجل قد ينجح، لان الاختيار قد يكون اختيار عاقل مش اختيار عاطفي، بالعقل يعني مش بالعاطفة. العاطفة عاطفة الجمهور، انا عايز اهم واحد يا سيدي هو ما كبر انه بقاش انه فيه او فيه او ما فيش، هو ده والجمهور. انا قلت ده وانتوا تعملوه، احنا وقفنا معاكم واحنا دعمناكم واحنا في ظهركم، احنا واقفين كل قصاد كل المختلفين معاكم، وبنشتمهم بالاب والام والعم والخال وهكذا، اسمعوا كلامنا. طب لو ما سمعتش كلام تتشتم انت الاخر. وده رانيا علواني اما اعترضت وقالت ان انتوا بتكلمونا على امور لا نعلمها، باعتبار ان مجلس اداره الاهلي لا يعلم فعلا الاختيارات، لان دي حاجه تخص لجنه التطوير اللي بتعرضها رئيس النادي المسؤول عن ملف الكوره كله، من اول الاطفال عندهم 9 سنين لغايه اللي هيعتزلوا كابتن محمود الخطيب، وهم بيعرض عليهم في المجلس ما توصلوا اليه، ولانهم مفوضين لحل هذا الامر والاشراف على هذا الامر
فبيوافقوا بنسبة 99.9 كلامه. لكن ما قبل مجلس الإدارة وعرضه على الترابيزة مفيش حد يعرف حاجة. فمراني علوي قالت مش احنا اللي اختارنا، نسأله اللي اختاروه. ودي حقيقة، ما تقعدش تسأله اللي اختاروه، كابتن محمود الخطيب وكابتن طه الشيخ طه والكابتن خالد بيبو، ما تتعبوا نفسهم وكلموهم، كلموهم. طب حد يعرف يكلم الشيخ طه اصلا؟ ثلاث كلمات على بعض. فيعني ايا كانت الصياغه تحملون الناس ما لا يحتمل. جمهور الاهلي عاوز اقول لك حاجه، انه رانيا علواني اللي حضرتك تهاجمها في هذه اللحظه لاسبابك الشخصيه او اسباب تحملها باعتبار ازاي جمهور الاهلي يعترض عليك، كيف انت ترد عليهم؟ ازاي؟ ازاي تجرؤي انك ترد على جمهور الاهلي؟ ازاي ده يحصل؟ ازاي جمهور الاهلي قال سين تقولي حاضر امين خلاص؟ رانيا علواني دي قد تكون اول امراه في تاريخ النادي الاهلي تتولى رئاسته، قد تكون في يوم من الايام قادم لا شك رئيسه للنادي الاهلي، رئيسه للنادي الاهلي. تراتبيتها وخبرتها ومكانتها السياسيه دلوقتي باعتبارها عضو في حزب مهم، انا بقول لكم ان رانيا علواني قد ياتي عليها الوقت وتكون رئيسة النادي الاهلي. وخلي بالكم عدد الاصوات المرأة في النادي الاهلي ليس بقليل، ودائما ما تمثله رانيا علواني. واكتر حد يقدر ينافس كحالة نجومية ومعرفة ورغبة الجميع وعرفان والناس كلها تعرفه كشخص رياضي يعني ونجم، هي رانيا علواني قصاد الكابتن محمود الخطيب. فان رغبت، وهذا في الغالب مش هيحصل في الفتره دي، انها ان تنافس، قد تنافس محمود الخطيب وستكون مفاجاه كبيره. لكن مش هو ده الموضوع، الموضوع ان انتوا كجمهور النادي الاهلي لازم تعرفوا ان الدنيا كده، الدنيا فيها مناقشات، وناخد وندي، مناقشات باحترام مش بشتائم وخلاف. كل ما بتختلف مع حد وتشتمه هذا لا يعني انه هياخد موقفك، بالعكس قد ياخد موقف ضدك انت شخصيا وضد افكارك وكلامك، تمام؟ لانه الشتيمه ما بتجيبش ناتج. ده اللي انا عاوز اشير اليه كجزء اولاني عن رانيا علواني. حلو، كجزء اولاني عن رانيا علواني. لكن لازم الكل يعتبر بهذا الاعتبار وهذا الامر انه يا اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي طبيعي جدا العصا اللي اشتريتها عشان تضرب بيها غيرك اول واحد تضرب بيها عصر السوشيال ميديا. يعني اتمنى ان الانتخابات اللي بعد السنه لا يتم استخدام السوشيال ميديا والجمهور، استخدموا وتعاملوا مع اعضاء الجمعيات العموميه، اشتغلوا على دول ناس اقل تعصبا او اقل توترا واكثر حكمه واكثر عقلا في التعامل. وميولها لا تعني ابدا انها تاخد قرارات خاطئه ضد النادي ايا كان تفاصيل الموضوع ده. رانيا علواني لم تخطئ من وجهة نظري، بل قالت كل ما هو صواب، كل ما هو صواب، لم تخطئ في حرف، لم تخطئ في حرف وتصور وكلام، بل كانت اكثر شفافية من كل اعضاء مجلس الإدارة اللي موجودين في النادي الاهلي، اللي خايفين دلوقتي، خايفين من الجمهور، خايفين من الجمهور، اما لانهم عاوزين يستخدموهم في امور او خايفين يقولوا حاجه الجمهور يشتمهم. فقط الخوف هنا من الجمهور. وفي يوم من الايام هيكتشف جمهور الاهلي انه كذابه التي كذبه التي قتلت صاحبها بضغطه على مجلس ادارته وعلى من سياتي على فكره من مجالس اداره، وان السوشيال ميديا هي ليست المتحكمه. ثم لان جمهور النادي الاهلي اصبح متيقن انه كلامه مؤثر لدرجه انه نجومه على السوشيال ميديا بيقدموا برامج وبقوا خبراء وهم اصحاب الحصريات دلوقتي على السوشيال ميديا، بيقولوا اخبار ومعلومات تبقى صحيحه على فكره 100% كمان. خلاص اذا كنت انت استدعيتني وعشان اقف جنبك وكمان استدعيتني ان انا اطلع الاخبار اللي انت عاوز تطلعها وتسربها للجمهور عن طريقي، فازاي ما تسمعش كلامي؟ ازاي كابتن محمود، كابتن محمود الخطيب، انك قامة وقامة كبيرة جدا
فعلا ومقاما زي ما بيقولوا. احذر، فأنت مصمم أن تتجه إلى مقصلة الجمهور أنت ومجلس إدارتك. ما قالته رانيا علواني لم تخطئ في شيء. أرجو منك كما أرجو من كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ألا يعاقب رانيا علواني على كلامها الصريح كما عاقبتم جوهر نبيل على موقفه في بداية الانتخابات. أيا كان موقف كان غلط بالنسبة لي برضه، لكن عقابه بقى انه يختفي، انه لا يظهر، انه لا يتكلم، انه لا يعمل في النادي، انا مش عارف هو قاعد ليه برضه، ما يستقيل ويمشي. هل انت متصور ان اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي هيعتمروا هيعتمدوك تاني باعتبارك راجل بلا اثر في النادي، لا فعل ولا ولا تواجد ولا تصريح ولا اي حاجه؟ قاعد ليه يا كابتن جوهر؟ تستقيل. لماذا لا تستقيل يا كابتن جوهر؟ استقالتك شرف ليك، استقالتك حفظ لكرامتك، لكن ما يعني براحتكم انتوا اصحاب قراركم. ده ملخص الموضوع. رانيا علواني لم تخطئ، لكن جمهور الاهلي هو المخطئ. نعم، جمهور الاهلي هو المخطئ. اشوفكم على خير دايما، وما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات وشير واللايك والتعليقات بقى، ياه لو ما فيهاش شتيمه يبقى شيء كويس قوي. صباح الفل والجمال، اشوفكم على خير دايما.